في عندهم زيادة في الكتلة العضلية بنسبة 40% أكتر من المجموعة التانية. مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم في الفيديو ده ان شاء الله عن السهر وعلاقته ان انت تعمل فورمة او جسم كويس او تعمل كتلة عضلية. الاول قبل ما نبدأ الفيديو ده، لو كنت بتشوفني على يوتيوب فاعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس، لو كنت بتشوفني على فيسبوك فما تنساش تعمل فولو للصفحة ولايك للفيديو ده. السهر وعلاقته ان انت تعمل فورمة او جسم كويس. ناس كتير لما تبدأ الجيم تهتم بالتمرين، تهتم بالتغذية، تهتم فترة الراحة، فترة التمرين، الدخلات، عدد او التمارين اللي هتلعبها، اوزانك، كميات الاكل، البروتين، الكربوهيدرات، الحاجات دي كلها، وبتهمل جزء مهم جدا وهو السهر. بلاقي ناس كتيرة بتبقى ملتزمة في التمرين وملتزمة في البرنامج الغذائي، لكن مش ملتزمة ان هي تدي جسمها فترة النوم او فترة الراحة المناسبة ليه بالليل. هل السهر ده او الناس اللي بتسهر وهي بتلعب تمرين، هل بيؤثر تأثير مباشر على بناء العضلات او انك تعمل فورمة او جسم كويس؟ طب تعالى نعرف الجسم بيعمل ايه فترة النوم. في مجموعة من العمليات الحيوية بتتم في الجسم في فترة النوم، زي البناء العضلي، ولو ما خدتش القدر الكافي من النوم ده او من الراحة مش هيحصل ان الجسم هيقوم بكل العمليات الحيوية دي واللي هي مطلوبة للبناء العضلي. اول حاجة اللي هو مستوى الجلايكوجين في العضلة. الجسم بيبقى فيه حاجة اسمها جلايكوجين بيحتفظ بيها في الكتلة العضلية، طبعا بتبقى موجودة في الجسم عشان التكوين العضلي. السهر بيأثر تأثير مباشر، مش هدخل في تفاصيل الجلايكوجين والجسم وسريانه في الدم، انا هتكلم عن النقطة بتاعت السهر بس. السهر معناه ان بتقلل مستويات الجلايكوجين عندك في العضلات وبيؤدي الى تكسيرها وعدم احتفاظها في الكتلة العضلية، فده بيؤثر عليك في بناء الكتلة العضلية والمجهود بشكل عام لما تيجي تتمرن في التمرين. ودي اول مشكلة هتواجهك لما تكون مش منتظم في فترات النوم بتاعتك وانت بتتمرن. النقطة الثانية اللي هي الزيادة العضلية. انا هحكي لكم تجربة عملت فعليا على النقطة دي. جابوا مجموعة من الناس عملوا عليها تجربة في معدلات ساعات النوم، ادوا مجموعة عدد ساعات النوم يتراوح من 5 إلى 6 ساعات، وادوا مجموعة تانية من 8 إلى 9 ساعات. المجموعتين خدوا نفس النظام الغذائي وخدوا نفس التمرين وخدوا نفس الظروف كلها المحيطة ما عدا فترات ساعات النوم. لقيوا بعد انتهاء التجربة دي ان الناس اللي خدوا فترة نوم اكتر او منتظمة اكتر اللي هي من 8 إلى 9 ساعات في اليوم، في عندهم زيادة في الكتلة العضلية بنسبة 40% اكتر من المجموعة التانية. يعني عدد ساعات النوم فرق بالنسبة دي ليهم في بنائهم الكتلة العضلية من 5 إلى 6 ساعات او من 8 إلى 9 ساعات. شايفين الفرق الكبير ده في عدد الساعات ادى الى زيادة الكتلة العضلية بنسبة 40%. طبعا مش هتكلم تاني في النقطة دي في زيادة الكتلة العضلية، اظن الفكرة وضحت في موضوع النوم في زيادة الكتلة العضلية. النقطة اللي بعدها في قصة ان انت بتسهر في فترة تمرين او عدم نومك منتظم، قلة تركيزك وعدم قدرتك على التحمل. ازاي؟ احنا عارفين ان النشاط البدني او التمرين في الجيم محتاج ان انت بتبقى فيه تطور باستمرار في اوزانك في اعمالك التدريبية عشان تلاقي زيادة في الكتلة العضلية. مع السهر ومع عدم انتظامك في ساعات النوم صعب جدا انك توصل للمستوى دي. يعني ايه؟ هيبقى قدرات جسمك اقل. هلاقي ناس دلوقتي هتقول لي في الكومنتات او هتبعت لي ان انت انا بسهر عادي يا كوتش وبقدر اتمرن عادي. مش معنى ان انت قدرت ان انت تروح الجيم وانك تدخل التمرين ان انت بتمرن صح. في ناس كتيرة بتدخل الجيم وبتطلع وبتقعد ساعات ومتستفادش حاجة. الفكرة في الفايدة النهائية من التمرين، الفايدة ان انت تقدر تطور من جسمك وتطور من عضلاتك وتطور من الكتلة العضلية اللي موجودة عندك. مش معنى ان انت رحت الجيم تبقى استفدت، لازم يكون جسمك واخد الراحة الكافية بتاعته عشان تقدر تنام وتقدر تلعب بشكل صحيح وتستفاد من التمرين ده. النقطة اللي بعدها تأثير على الهرمونات. طبعا كلنا عارفين الاتجاه العام حاليا
في كل المنافسات كمان اجسام الاتهام الجهلي ان الناس بتروح تاخد هرمونات وتاخد منشطات. انت متخيل ان انت لو نمت كويس جسمك هيفرز معدلات من الهرمونات كافيه ان انت تبني جسمك بشكل صحيح. فلو نمت وما سهرتش بالشكل اللي بشوفه مع ناس كتير هتلاقي جسمك منتظم في العمليه الحيويه اللي بتتم اثناء النوم زي ما قلنا في اول الفيديو، تلقائي هتلاقي الجزء الثاني ان جسمك بدا ينتظم في انتاج الهرمونات اللي محتاجها علشان تنمو في النمو الصحيح للكتله العضليه. النقطه اللي بعدها والناس كتيره بتشتكي منها اللي هي الجوع في فتره الليل. الناس كتيره بتيجي تقول لي انا جعانه جدا في فتره الليل وببقى ماشي على النظام الغذائي وابوظ الدنيا كلها في الليل. طب ليه بيحصل الجوع ده؟ في حاجه عندنا اسمها الهرمون المسؤول عن احساسك بالجوع اللي هو الجريلين. الهرمون ده بيزيد افرازه في الجسم لما بتسهر فترات كبيرة، جسمك مش بياخد الراحة بتاعته، بيزيد الهرمون ده في الجسم، فانت بتحس ان انت جعان بسبب ان الجسم افرز كمية كبيرة جدا من الهرمون ده. عشان كده بتبوظ اي برنامج غذائي انت ماشي بيه، اي نظام دايت انت ماشي بيه بيبوظ بسبب قصة ان انت مش منتظم في ساعات نومك. وطبعا اول ما هتبقى حاسس بالجوع هتاكل اي حاجة، سواء حاجة صحية او حاجة مش صحية او اي حاجة انت هتلاقيها في وشك هتاكلها، وده هيجي ان انت هتزود وزنك واكتساب نسبة دهون عالية وهتلاقي مشكلة في النظام الغذائي اللي انت ماشي فيه. فكل المشاكل دي هنتلاشاها لو انت بتنام بعدد ساعات منتظمة ومش بتسهر بالليل. طب السؤال اللي بعده بقى، اللي بعد ما عرفنا كل دي اضرار للسهر، النقطة اللي بعدها ايه؟ انام كام ساعة في اليوم؟ يفضل تكون عدد ساعات نومك من 7 لـ9 ساعات، ما تزيدش عن كده وما تقلش عن كده، ولازم تكون بالليل لان الجسم بيحتاج الراحة في فترة الليل، في فترة ان الدنيا مظلمة لازم تنام. بلاقي ناس كتير بتقول لي انا بنام كويس يا كوتش بس بالنهار، الجسم برضو مش هيقوم بكل العمليات الحيوية اللي هو محتاجها لان الهرمونات بتاعتك محتاجة فترة الليل عشان تبدأ يفرزها الجسم. ما تبقاش ذكي ويقول لي انام الـ7 لـ8 ساعات دول بالنهار عشان انا بحب اسهر بالليل، لا برضه غلط كده انت ما استفدتش. ماشي؟ طب يا كوتش انا عايز اعمل كده، اعمل كده ازاي؟ هقول لك كام نصيحه بقى تمشي بيها علشان تنفذها وتحصل فيها على عدد من الساعات النوم المستقر بالليل. اول حاجه انك ما تتعرضش للنور زياده قبل ما تنام. بلاقي ناس كتيرة ماسكة الموبايل في وشها والتركيز الإضاءة كله على عينيها ومستني إن هو يقفل الموبايل ويدخل ينام، ده مش هيحصل. يعني أنت وأنت نايم على السرير كده أو قبل ما تنام بربع ساعة ولا 10 دقايق تبقى ماسك الموبايل عايز تسيب الموبايل تحطه من إيدك تغمض عينيك تنام، ده مش هيحصل. لازم قبل النوم يكون في تهيئة لجسمك، أنت خلاص هتنام، شعور بالراحة، عدم استخدامك مؤثرات خارجية، إضاءة عالية في عينيك، انك تستخدم موبايل، انك تكلم حد في التليفون، انك تستخدم الانترنت، الحاجات دي كلها هتأثر عليك بالسلب، مش هتخلي نومك منتظم، مش هتساعدك ان انت تنام، محتاج على الاقل بعدها ساعة علشان تعرف تنام، ده لو نمت. فأول حاجة تعملها انك تبعد كل المؤثرات اللي زي دي عنك بفترة كافية قبل النوم. النقطة الثانية تنظيم وقت أو ساعة ثابتة للنوم. ازاي؟ يعني يبقى محدد ساعة نومك الساعة كام؟ ده هيساعدك جدا ان جسمك خلاص هيبدا يتاقلم في الفتره دي ان هو هينام علشان ما تواجهش اي مشكله في ساعات النوم. مع تكرار الساعه دي كل يوم هتلاقي جسمك اتعود تلقائي ان هو هينام في الوقت ده، هتلاقي نفسك بدا جسمك يترخي، بدا يحصل استرخاء، هتبدا تدخل تنام على طول. دي النقطه الثانيه علشان تخليك تنام بشكل منتظم. النقطه اللي بعدها برضو نسبه الكافيين ليك في مدار اليوم. يفضل عدم استخدام كميات كبيرة من الكافيين قبل النوم، على الأقل من 6 لـ4 ساعات قبل ما تنام، وبرضه ما تستهلكش كميات كبيرة. بلاقي ناس بتشرب قهوة 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 طول اليوم أو أي مصدر للكافيين يعني طول اليوم، مستني إزاي تنام بشكل منتظم وجسمك واخد نسبة الكافيين دي؟ فلازم يكون في حساب في نسبة الكافيين، ما يكونش أوفر زيادة عن اللزوم عشان تحصل على القدر الكافي من النوم. برضه النقطة دي اللي لسه قايلها من شوية، النوم فترات النهار. في ناس بتحب تريح شوية بالنهار، لازم تخلي فترة النوم بالنهار تكون فترة معتدلة، بلاش الزيادة في عدد ساعات النوم، لأن تلقائي الجسم مش هيقدر
يعني يخليك تنام فترة كبيرة بالنهار وبعد كده تيجي عايز تنام بالليل، فأنت الجسم برضو ليه حدود، ما لسه بنقول إن هي ما تزيدش عن الحد المطلوب. فأنت لازم تخلي عدد ساعاتك الراحة أو النوم بالنهار تكون قليلة جدا لمجرد الراحة مش نوم عميق. برضو في نقطة، الناس اللي ما بتشوفش الشمس لازم تتعرض جسمك لأشعة الشمس، ده هيساعدك جدا إن جسمك يكون في حالة استرخاء بالليل. يعني النهار لازم تعرض جسمك لفترات الشمس كويسة. النقطة الأخيرة واللي ناس كتيرة برضو مش مهتمة بيها، النظام الغذائي. النظام الغذائي لو جسمك ما استمدش كل المغذيات أو احتياجه من العناصر الغذائية مش هيكون في فترة نوم منتظمة بالليل. الجسم بيحتاج حاجات معينة مش هخش في تفاصيلها دلوقتي، خلينا في النقطة العامة لينا إن احنا لازم يكون في برنامج غذائي منتظم علشان تنام بشكل منتظم. انا في اي برنامج غذائي بعمله لاي حد لازم بحدد عدد ساعات النوم معاه علشان تحتاج ان انت تبقى ماشي بشكل صحيح مع البرنامج الغذائي. البرنامج الغذائي معناه ان انت بتنظم حياتك. كلمة دايت دي مش معناها ان انت تخس او تزيد في الوزن، بس انت بتعمل نظام كامل لحياتك. فعدد ساعات النوم ده جزء لا يتجزأ من نظامك الغذائي اللي لازم تبقى ماشي. يا ريت اكون فدتكم في النقطه دي وقدرت اوصل ازاي ان انت بتحصل لك اضرار كتيره جدا من السهر، ويفضل ان انت يكون عدد الساعات بتاعتك منتظمه علشان تحصل على كل الفوائد اللي احنا اتكلمنا عنها دي وتتجنب كل الاضرار اللي احنا قلناها. وما تنساش في النهايه ان انت تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس وتتابع معانا الفيديوهات اللي جايه، وما تنساش تشوف الفيديوهات القديمه. وشكرا.